أعلنت الأمم المتحدة فرار نحو 235 ألف مدني من منازلهم في شمال غرب سوريا بسبب اشتداد حدة المعارك هناك. أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن موجة النزوح الجماعي وقعت في الفترة من 12 وحتى 25 من هذا الشهر، مضيفة أن أغلب النازحين فروا من مدينة معرة النعمان وبلدات وقرى في جنوب محافظة إدلب ومن مخيمات على الحدود السورية التركية.